تعالى نتكلم على مسلسل سوتس بالعربي. المسلسل مش حلو يا اخوانا. احلى حاجه كانت بتميز مسلسل سوتس الاجنبي هي الكيمياء اللي ما بين هارفي وما بين مايكل روس. الكيمياء اللي بينهم كانت جباره وهي اللي خلت الناس اصلا تحب المسلسل وتندمج معاه. اما الكيمياء اللي ما بين ياسر ياسين واحمد داوود في مسلسل سوتس بالعربي تقريبا مش موجوده. ياسر ياسين عمل اللي عليه وقدم دور قريب من اداء هارفي في مسلسل سوتس. اما احمد داوود فتقريبا شخصيته مختلفه عن مايكل روس. مايكل روس عنده ثقه في نفسه اكبر، ذكي جدا ولماح وبيقصف اي حد قدامه. على العكس احمد داوود ذكي جدا بس متوتر طول الوقت، خايف طول الوقت، مش عارف يتصرف. صفات مش مميزه لشخصيه رئيسيه المفروض هتقود المسلسل والمفروض تكون شبه الاصل مش عكسه في كل حاجه. المسلسل عادي جدا، انا شايف ان انا مش هكمله، بس قول لي انت رايك في الكومنتات وبيس.